في نسخ. منظم الملتقى الأول للتراث اللامادي بأرفود أكدوا أن هذه التظاهرة مكنت من إبراز غنى وجمالية الموروث الثقافي الذي تزخر به منطقة تافيلالت. كنظموا هذه الدورة فعلا دورة نتمنى أنها نكون عند حسن الظن الجميع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الثقافة وبتنسيق مع معهد الدراسات الأفريقية ومؤسسة مفتاح السعد للرأس مال لا مادي للمغرب، وحاولنا باش أننا نكونوا مع هذه المؤسسات كامله باش نعطيو واحد المنتوج ونبينوا العظمه والجماليه ديال التراث اللامادي اللي كتسخر به منطقه تافيلالت الكبرى اللي هي اصلا جيولوجيا اقدم منطقه في العالم. هذا الملتقى الذي نظم تحت شعار التراث اللامادي في صلب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يروم بالخصوص النهوض بالشأن الثقافي بمنطقة تافيلالت. الملتقى الأول للتراث اللامادي الذي تنظمه جمعية تدويمنيع للتراث والتنمية يعتبر مبادرة مهمة لإماطة اللتام عن أحد أعمدة الحضارة المغربية اللي هو التراث اللامادي، وبمنطقة تعد من أغنى المناطق التراثية على المستوى الوطني لمنطقة تافيلالت التي لعبت دورا مهما في الحركة التجارية بين ضفتي الصحراء الإفريقية الكبرى بين مجتمعات البيضان ومجتمعات السودان، وهذه العلاقات التجارية أكيد أنها أنتجت تواصلا حضاريا. هذا التواصل الحضاري الذي تشهد عليه مجموعة من الشواهد التاريخية، ما هو مرتبط بالفن والموسيقى وعادات الأكل واللباس إلى غير ذلك. التراث اللامادي في الحقيقة يعني ذات أهمية لأنها تعتبر حلقة وصل بين الشعوب، خصوصا وهي يعني تنظم في هذه المنطقة بالضبط، لأن يعني منطقة تافيلالت يعني شكلت حلقة وصل بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء عبر تومكتو وجيني وغاو، وبالتالي فإنني أجد نفسي فكأنني في مالي أو في أحد الدول الصحراوية الإفريقية جنوب الصحراء. قد ستكون عندي مداخلة إن شاء الله يعني لإبراز أهمية والدور التي تلعبه، يمكن أن تلعبه التعليم بالنهوض بالتراث اللامادي في إفريقيا بصفة عامة وفي المغرب وكوت ديفوار بصفة خاصة. يذكر أن هذا الملتقى الذي نظم بتنسيق مع مؤسسة مفتاح السعد للرأس المال اللامادي للمغرب ومعهد الدراسات الإفريقية التابع لجامعة محمد الخامس بالرباط شكل مناسبة لإبراز مختلف جوانب التراث اللامادي وأهميته في التنمية الاقتصادية، وكذا الدور الهام الذي طلعت به منطقة تافيلالت في تاريخ العلاقات المغربية الإفريقية.